سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية من العناوين. محافظ حضرموت يشهد ختام فعاليات أسبوع النظافة والبيئة، ويؤكد على أهمية دور المجتمع في الحفاظ عليها. السلطة المحلية بوادي وصحراء المحافظة تضع حجر الأساس لمشروع مبنى فرع شركة النفط اليمنية بسيئون. جامعة حضرموت تنشر فعاليات برنامج المحاضرة التوعوية والتثقيفية للطلاب. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. شهد محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بمدينة المكلا اختتام فعاليات أسبوع النظافة والبيئة التي نفذت خلال الفترة من 17 إلى 21 من فبراير الجاري بالتزامن مع احتفالات بلادنا باليوم الوطني للبيئة. وفي المناسبة أكد المحافظ البحسني على أهمية دور المجتمع الفاعل في الحفاظ على نظافة المدن والشوارع والبيئة، داعين إلى مزيد من التفاعل مع مبادرات النظافة وبرامج التوعية والحرص على اهتمام بالنظافة بشكل عام. وأشار محافظ حضرموت إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي قد أقر تفعيل شرطة مراقبة ومتابعة المخالفات من مالكي المنشآت والمحال التجارية وغيرهم، وسيبدأ تفعيلها قريبا. وجرى خلال حفل إلقاء كلمة من قبل المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، وتقديم لوحات فنية وروبورتاج مصور حول فعاليات النظافة التي نفذها الصندوق مؤخرا، وافتتاح معرض مصور عن أنشطة الصندوق وتاريخه. واختتم الحفل بتكريم عدد من العاملين في مجال النظافة والمساهمين في إنجاح برامجها. وقع محافظ حضرموت صباح اليوم مع رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خنبش مذكرة تفاهم بين السلطة المحلية بالمحافظة وجامعة حضرموت بشأن تقديم دراسات المخطط العام للمدن الساحلية بمحافظة حضرموت. وأوضح مدير الوحدة التنفيذية للمشاريع بمحافظة حضرموت الدكتور زكريا بكير بأن المذكرة تنص على تقديم جامعة حضرموت تصورا متكاملا عن الخدمات في إعداد المخطط العام للمدن الساحلية بمحافظة حضرموت في المشروع، مدعما بالخرائط والبيانات المتعلقة بإعداد المخطط العام لمدينة المكلا الكبرى، مشيرا إلى أن المذكرة قد نصت أيضا على أن يقوم الطرفان بتعيين منسق لأعمال المذكرة ليتم التواصل بينهما لمتابعته وتنفيذه، وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطوير الكادر الفني المختص في الإدارات المشرفة على المشروع. كما أكد بأن دراسات المخطط العام للمدن الساحلية بحضرموت ستسهم في تحقيق ربط الجميع المشاريع القادمة في المحافظة وتحديد خطط التنمية ل25 سنة قادمة. وضعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت حجر الأساس لمشروع مبنى شركة النفط اليمنية بسيئون بمساحة 3220 متراً مربعة. ويتكون المشروع من مبنى للإدارة ومبنى المبيعات ومبنى ورش الصيانة وعدد من القاعات والمرافق الأخرى بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون ريال بتمويل من شركة النفط بالوادي. وستنفذ مؤسسة البدر اللامع للمقاولات المشروع خلال عام واحد. وطلعت سلطة الوادي على تصميم المشروع من مدير عام شركة النفط الأستاذ عبد الرحمن بلفاس، وعلى مراحل المشروع والإضافة النوعية التي سيضيفها المشروع للشركة في تطوير عملها الإداري والتجاري. إلى ذلك شدت السلطة المحلية بالوادي على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والجدول الزمني للمشروع. التقت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بمدينة سيئون رئيس ونواب جامعة سيئون وعمداء الكليات وأكاديمية الجامعة. وفي اللقاء أكدت السلطة المحلية حرصها على استقرار الأوضاع في كافة المجالات ومنها المجال الأكاديمي، وإعطاء الكوادر العاملة كافة مستحقاتهم بحسب اللوائح والنظم المعمول بها في الجامعة. كما نوهت الجهود تبذلها السلطة المحلية ورئاسة الجامعة والجهات المركزية لترسيخ وتوسيع قواعد جامعة سيئون بحسب قانون الجامعات اليمنية، لتؤدي الجامعة أهدافها وتستوعب كافة التخصصات العلمية. من جانبه ثمن رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد الكثيري الاهتمام الكبير تتوليه قيادة السلطة المحلية بالجامعة. واستمعت السلطة المحلية خلال اللقاء إلى جملة من القضايا والمطالب والاحتياجات التي تقدم بها عدد من الأكاديميين.
أعلنت السلطة المحلية بمديرية الوادي والصحراء عن بدء أعمال التجهيز لافتتاح مركز أمراض القلب بالتعاون مع مكتب الصحة ومؤسسة أمراض القلب الخيرية وعدد من الدكاترة والمختصين الحضارين في الداخل والمهجر. وعقدت السلطة المحلية في كلية الطب بجامعة سيئون صباح اليوم لقاء لمناقشة خطوات مشروع إنشاء مركز أمراض القلب بوادي حضرموت، والذي يمثل أهمية كبيرة في سبيل توفير خدمات صحية لمرضى القلب. وناقش الحاضرون جملة من المواضيع المرتبطة بتشغيل مراكز أمراض القلب، وتناول الدكاترة المختصين عليه أسبوعيا والكادر العامل، مشددين على أهمية إكمال مشروع تجهيز المبنى، والذي من المتوقع أن يستغرق شهرا واحدا على أن يبدأ المركز عمله بإقامة مخيم طبي لمرضى القلب بوادي حضرموت. وصل إلى مدينة سيئون الوفد الطبي السعودي الذي سيعمل على تنفيذ الحملة العلاجية والجراحية الأولى لأمراض العيون المياه البيضاء بمستشفى سيئون العام الأسبوع المقبل، بتمويل وتنفيذ من مؤسسة البلسم الدولية وإشراف مكتب الصحة بوادي حضرموت والصحراء. وعبرت السلطة المحلية عن ترحيبها بالوفد الطبي السعودي، مشيرة إلى أن الحملة العلاجية تأتي في إطار الاهتمام لتوليه قيادة المملكة العربية السعودية للبلاد، وستخفف كثيرا على المرضى من مشقة السفر والتنقل إلى الخارج، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأكدت على استعدادها التعاون والتنسيق مع كل المؤسسات الطبية المحلية والدولية من أجل تنفيذ وإقامة المخيمات الطبية بوادي حضرموت. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي على سير نشاط عمل مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب في مجال التنمية القانونية وتدريب وتأهيل طلاب القانون وتقديم الاستشارات القانونية. جاء ذلك خلال لقائه برئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني المحامي نجيب خنبش، وأعطى المحامي خنبش شرحا عن البرامج والأنشطة التي تنفذها المؤسسة في كافة المجالات القانونية. من جانبه أشار الوكيل العمودي بالأعمال والمهام التي تقوم بها المؤسسة ودورها المتميز في رعاية القانونية وتأهيلهم. وعقب ذلك طاف وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة بمعية رئيس المؤسسة على أقسام المؤسسة للتعرف على الهيكل التنظيمي لعمل المؤسسة والمنطقة الجغرافية التي تعمل فيها وقاعة التدريب والتأهيل بالمؤسسة. اطمأن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة دكتور سعيد العمودي على صحة المدير العام لمكتب وزارة الخارجية بحضرموت الأستاذ سالم بافقي بعد تعرضه لوعكة صحية. وخلال الزيارة تمنى الوكيل العمودي الشفاء العاجل للأستاذ سالم بافقي، ومن جانبه أعرب المدير العام لمكتب الخارجية عن سعادته وشكره للوكيل العمودي على زيارته للمستشفى للإطمئنان على حالته الصحية. دشنت المنطقة العسكرية الثانية اليوم بمدينة المكلا فعاليات الأنشطة الرياضية والفكرية والثقافية للوحدات العسكرية، وذلك ضمن الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت، وذلك باللقاء مع مندوبي الوحدات المشاركة في الفعاليات. وقال رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد يسر خير الله عمر أن هذه الفعاليات تعد ضمن الخطط المسبقة لشعبة التوجيه والتدريب بالمنطقة الثانية، لافتا إلى أن الهدف السامي من إقامتها هو تنمية مهارات الجنود واكتشاف مواهبهم في الوحدات العسكرية المختلفة. من جهته حث رئيس شعبة التدريب بالمنطقة الثانية العميد روكم محمد بن غانم المشاركين على المنافسة الشريفة ورفع الروح القتالية العالية، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. وتطرق اللقاء إلى طرح المقترحات والملاحظات من الحاضرين، تمخضت جميعها في تحسين أداء الأنشطة لهذا العام بما يسهم في الارتقاء بمستوى الكفاءة والروح القتالية العالية لأفراد قواتنا في جميع الوحدات العسكرية. نظم صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ورشة عمل بعنوان المخلفات الصلبة المشاكل والحلول بالشراكة مع مركز الدراسات والموارد المائية والبيئية بجامعة حضرموت بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة، والذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع النظافة والبيئة. وفي الجلسة الافتتاحية للورشة دعا المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق المشاركين بالورشة والمختصين بالجانب البيئي إلى وضع رؤية رئيسية لمعالجة مشكلة المخلفات الصلبة وكيفية الاستفادة منها. وناقشت الورشة عدد من المحاور الرئيسية في مجال المخلفات الصلبة والمشكلات والمقومات ومشكلة مكبات القمامة والصعوبة تواجه عمل صندوق النظافة والتحسين وكيفية معالجتها.
دشن نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب الدكتور سالم العوبثاني فعاليات برنامج المحاضرات التوعوية والتثقيفية لطلاب الجامعة بكلية البنات بمجمع كلية فوة التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بالجامعة. وفي حفل تدشين البرنامج أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بأن البرنامج يشمل مجموعة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية المختلفة التي لها علاقة بقضايا المجتمع وتسهم في حل بعض المشكلات المجتمعية. وتعرف الطلاب والطالبات بأهمية الوعي المجتمعي. من جانبها دعت عميدة كلية البنات الدكتورة فتحية بحشوان الطالبات إلى الاستفادة من المحاضرات التي يشملها البرنامج لما لها من أهمية في توعية وتثقيف الأسرة والمجتمع. وكانت المحاضرة الأولى لطالبات كلية البنات حول تأثير المخدرات والقات على الفرد والمجتمع. استأنف زورق الربط عيبان خدمته البحرية بميناء المكلا بعد الانتهاء من برنامج الصيانة الكلية المقرر من قبل مهندسي وفني مؤسسة موانئ البحر العربي، حيث أجريت التحديثات اللازمة في نظامه الكهربائي والميكانيكي خلال 3 أشهر من الصيانة خارج مياه البحر. وخلال عملية الإنزال التي حضرها ربان مرفأ ميناء المكلا القبطان طارق عبد ثابت ومساعد القبطان مراد سعيد شلشل والمهندس طلال بن علي الحاجة وعدد من المختصين في المجالات الفنية والغوص والمشاقلين، توضح أن الزورق سيستأنف مهامه من جديد بعد إنجاح عملية الصيانة. واصل عمال المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت أعمال استكمال محطة الديس الشرقية الجديدة بإمداد خطوط نقل وتوزيع التيار الكهربائي بالمديرية، حيث يبذل عمال مؤسسة الكهرباء جهودا متفانية بوتيرة عالية لاستكمال مشروع ربط المحطة الجديدة بخطوط النقل والتوزيع من خلال تركيب الأعمدة ومد الخطوط الكهربائية وتنفيذ أعمال الصيانة لينعم أبناء مديرية الديس الشرقية باستقرار التيار الكهربائي خلال فصل الصيف القادم والتمكن من إنجاز وتشغيل المحطة الجديدة لتعزيز القدرة التوليدية بالمديرية يتجاوز الانقطاعات المتكررة في الصيف القادم. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يشرف اختتام فعاليات أسبوع النظافة والبيئة ويؤكد على أهمية دور المجتمع في الحفاظ عليها. السلطة المحلية بوادي وصحراء المحافظة تضع حجر الأساس لمشروع مبنى فرع شركة النفط اليمنية بسيئون. جامعة حضرموت تدشن فعاليات برنامج المحاضرات التوعوية والتثقيفية للطلاب. ختام النشرة، حتى نلقى ملتقى، دمتم في أمان الله.